طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية. البداية نستهلها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يطلع على نشاط مصلحة الضرائب والأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت. توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة حضرموت الصحية ومركز طبي الأسرة بجامعة حضرموت بهدف تحسين الخدمات الطبية. مكتب الصحة بساحل حضرموت يعقد اجتماعا موسعا لفريق الوبائيات لمنع انتشار وباء الكوليرا والدفتيريا. اهلا بكم. ناقش لقاء عقده وكيل اول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي اليوم بمدينة المكلا مع مدير عام مصلحة الضرائب بساحل حضرموت الاستاذ احمد عبد الله صبيح، وضع نشاط تحصيل الضرائب في ساحل حضرموت. واستمع الوكيل بن حبريش من مدير عام مصلحة الضرائب حول الآلية التي يتم بها تحصيل الضرائب في ساحل حضرموت من مختلف القطاعات، لافتا إلى أن العمل في التحصيل سيسير بوتيرة عالية وبجهود كبيرة من جميع المحصلين التابعين لمكتب مصلحة الضرائب. وشدد وكيل أول حضرموت على ضرورة توريد موارد تحصيل الضرائب وعكس الموارد المحلية منها لتنفيذ مشاريع حيوية تمس بصورة مباشرة بحياة المواطنين مما يستفاد منه ويجعله تلامس الواقع مباشرة، ومتابعة الجهات ذات العلاقة لتنفيذها وفق آلية تعتمدها السلطة المحلية بالمحافظة. من جانب آخر، اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي على أوضاع الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت والمؤسسة العامة للطرق ومشاريع صيانة وتأهيل الشوارع الجارية تنفيذها في مدينة المكلا. جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بمدينة المكلا مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير مؤسسة الطرق الدكتور عبد الله باغميان، حيث أعطى الوكيل بن حبريش شرحا مفصلا عن مشاريع صيانة وتأهيل الطرق الجارية في مدينة المكلا، والتي أبرزها مشروع صيانة الشارع الرئيسي أمام مستشفى حضرموت بديس المكلا. وأشاد وكيل أول حضرموت بالجهود التي يبذلها مكتب الأشغال العامة ومؤسسة الطرق، مؤكدا على اهتمام السلطة المحلية في تحسين الخدمات وتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع. وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية اعتماد وتسخير بعض الموارد المحلية بالمحافظة لصالح هذه المشاريع على أن تكون بشكل مستمر لإبراز المظهر الجمالي للمكلا وفق آلية تعتمدها السلطة المحلية بالمحافظة. وفي سياق متصل، اطلع الوكيل بن حبريش على إعادة تأهيل جسر مبيخة بمدينة المكلا خلال لقائه بالمقاول المنفذ للمشروع، وشدد الوكيل على ضرورة استكماله في توقيته المحدد. أقر اجتماع برئاسة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم العمل بآلية توزيع جديدة لمادة الغاز المنزلي عبر المربعات السكنية بإشراف ممثلي السلطات المحلية وعقال الحارات في جميع التجمعات السكانية. وكلف الاجتماع ممثلي السلطات المحلية والإدارات المختصة بالمديريات باتخاذ الخطوات العملية لضمان تنفيذ آلية توزيع اسطوانات الغاز للمواطنين وضبط أي أخلال بهذه الآلية. وجرى في الاجتماع استعراض آليات وتجارب العمل المتخذة من قبل السلطات المحلية في المديريات خلال الأشهر الماضية التي حققت نتائج إيجابية في عملية توزيع هذه المادة، وأسفرت عن حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من مادة الغاز، كما تم التأكيد على المراقبة المكثفة على عملية التوزيع لهذه المادة لتغطية احتياجات كافة المواطنين. أقامت مؤسسة حضرموت للتوحد حفلها السنوي السابع بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي. وشدد الوكيل العمودي على أهمية دعم هذه الشريحة ومساعدة الأهالي في تأهيل أبنائهم وتحسين سلوكهم، شاكرا مؤسسة حضرموت للتوحد على الدور العظيم الذي تقوم به في هذا الجانب، ومنوها بأن السلطة المحلية ستكون أداة مساعدة ومساندة للمؤسسة. وشهد الحفل العديد من الفقرات الرائعة كان أبرزها مشهد تمثيلي عن دور النخبة الحضرمية، كما شاركت مجموعة أخرى من أطفال التوحد بتقديم أناشيد ترحيبية ورقصات شعبية من التراث الحضرمي. وشاركت جمعية عدن لأطفال التوحد بعرض روبورتاج عن الجمعية،
وتخلل الحفل الإعلان عن جائزة 9 رحلات عمرة. التقى رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش بالمكلا بنائب رئيس جامعة الأحقاف الدكتور صادق مكنون والأستاذ محمد مبارك بن دهري رئيس الجالية اليمنية في أفريقيا، وجرى في اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين جامعة حضرموت وجامعة الأحقاف والشخصيات الحضرمية البارزة في المهجر. وقدم نائب رئيس جامعة الأحقاف التهاني والتبريكات لجامعة حضرموت بمناسبة توليها مهام الدورة الأخيرة المنعقدة بالقاهرة لاتحاد الجامعات العربية، مطلعا على التطورات والنجاحات التي حققتها جامعة حضرموت محليا وخارجيا. وقدم نائب رئيس جامعة الأحقاف ورئيس الجالية اليمنية في أفريقيا ورئيس مجلس أمناء مركز بحوث حضرموت بجامعة الأحقاف لرئيس جامعة حضرموت عدد من الكتب العلمية من إصدارات مركز بحوث حضرموت. من جانب آخر، رعى رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بين منظمة حضرموت الصحية ومركز طبي الأسرة بالجامعة، وتهدف المذكرة إلى تحسين الخدمات الصحية المشتركة بين الجانبين والمساهمة في التثقيف الصحي للمجتمع ورفع مستوى التوعية لدى المجتمع من أجل الوقاية من المشاكل الصحية والكشف المبكر عنها. ويعتبر مركز طبي الأسرة بجامعة حضرموت أحد المؤسسات المحلية الفاعلة في مجال الأعمال الصحية الهادفة للتقليل من المشاكل الصحية ومعالجتها، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية التي تهدف للوقاية من المشاكل الصحية ونشر التوعية والتثقيف الصحي عن طريق العيادات الاستشارية بمركز طبي الأسرة بجامعة حضرموت. وفي ذات السياق، كرم رئيس جامعة حضرموت المدير العام لمركز طبي الأسرة بجامعة حضرموت الدكتورة عفاف عبد الله الشاذلي ومحمد بخيت النهدي لجهودهم في دعم مركز طبي الأسرة. رأس مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة تحديات الوضع الوبائي بالمحافظة بعد ظهور حالات مؤكدة بوباء الكوليرا والدفتيريا وافدة من خارج المحافظة. وفي الاجتماع الذي ضم المعنيين من مستشفيات هيئة ابن سينا والمكلة للأمومة والطفولة وفريق الوبائيات بالمحافظة، شدد الدكتور الجريري على رفع الجاهزية لدى المستشفيات الرئيسية بالمحافظة بأقسام العزل المتواجدة في استقبال أي حالة قد تصل إليها، مع تفعيل دور الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل مع المكاتب الخدمية، موضحا أن قيادة الصحة بساحل حضرموت قد أقرت عددا من الخطوات الاحترازية منع انتشار الأوبئة وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي في عموم مديريات ساحل حضرموت. وألمح الجريري أنه سيتم العمل على إنشاء مراكز عزل في المستشفيات الرئيسية، داعياً المواطنين التواصل مع غرف العمليات بالإدارة العامة للصحة في حالة حدوث أعراض صحية. عقدت لجنة مبادرة حل النزاع بين نقابة عمال النظافة وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بمدينة المكلا اجتماعها الأول برئاسة محمد الحامد رئيس اللجنة. وتطرق الاجتماع تكليفات الاجتماع السابق للجنة ومستوى تنفيذها، كما فتح باب النقاش لكل الأطراف ذات العلاقة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقابات العمال ومختصي صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وأعضاء ومستشاري اللجنة. وتوصل المجتمعون إلى ضرورة بدء العمل بتشكيل عدد من اللجان المختصة من الجهات المختصة بالقضية. هذا وكان محافظ محافظة حضرموت قد أصدر القرار رقم 102 للعام الجاري بشأن تشكيل لجنة لحل نزاع عمال النظافة بساحل حضرموت. عقد مدير عام مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل اليوم اجتماعا ضم المدير العام لمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت الأستاذ ناصر القرزي ورئيس لجنة الباصات بمديرية المكلا إلى جانب رؤساء عدد من الأحياء السكنية بالمدينة. وفي الاجتماع تم مناقشة أوضاع مسارات خطوط النقل الداخلية للباصات بما يتناسب مع الحالة المرورية التي تشهدها مديرية المكلا خلال الفترة الحالية. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير وتحسين أداء عمل لجنة باصات النقل الداخلية الصغيرة والعمل على فتح مسارات جديدة لها تستفيد منها بعض الأحياء التي لم تتمكن من الحصول على خدمة النقل من الأماكن القريبة من أحيائهم. وثمن المدير العام لمديرية مدينة المكلا الجهود التي يبذلها مكتب وزارة النقل ولجنة الباصات الصغيرة وسعيهما المتواصل والدؤوب للحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها مديرية مدينة المكلا.
نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمدينة المكلا حملة الإزالة الإجبارية للمخالفين بهدف فتح الشوارع الداخلية في منطقة الشرجة. وقال مسؤول مكتب الأشغال العامة بمنطقة الشرج أنور الموسطي أن الحملة نفذت بعد أن منح المكتب مهلة للمخالفين، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر بالتنسيق مع إدارة الصرف الصحي لتذليل الصعاب لهم بسبب تدفق المجاري في الشوارع الداخلية. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات غذائية جديدة على أهالي مديرية الشحر، وذلك في إطار تحسين ظروفهم المعيشية استمرار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من المعاناة والدعم للاحتياجات الإنسانية والتنموية في كافة المجالات. وقامت فرق الهيئة بتوزيع 300 سلة غذائية مستهدفة 1500 فردا من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق خرد وخريضة والصيقة والرحبة بحضرموت. وتقدم المستفيدون بالشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تقديم هذه المساعدات الغذائية الذي خفف من معاناتهم نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تأمل لهم الحصول على لقمة العيش. من جانب آخر، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات غذائية على أهالي عدد من المناطق النائية بمديرية السوم بوادي وصحرائي حضرموت، وذلك في إطار تحسين ظروفهم المعيشية. وقامت فرق الهيئة بتوزيع 170 سلة غذائية مستهدفة 850 فردا من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق فقمة وتنعى والمخيبية وبرهود بمديرية السوم. وأثنى المستفيدون من المساعدات الغذائية على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والحرمان عنهم، والتي كرست جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية. نهاية النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وكيل أول حضرموت يطلع على نشاط مصلحة الضرائب والأشغال العامة والطرق بساحلي حضرموت. توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة حضرموت الصحية ومركز طبي الأسرة بجامعة حضرموت بهدف تحسين الخدمات الطبية. مكتب الصحة بساحل حضرموت يعقد اجتماعا موسعا لفريق الوبائيات لمنع انتشار وباء الكوليرا والدفتيريا. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.